السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، شاهد قبور الأنبياء والمرسلين والمكان الذي دفنوا فيه. قبر خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم موجود بالمدينة بالمسجد النبوي الشريف. قبر نبي الله آدم موجود بجبل أبو قبيس بمكة. قبر نبي الله يوشع موجود بمدينة السلط بالأردن. قبر نبي الله نوح موجود بمدينة الكرك بالأردن. قبر نبي الله هود موجود بحضرموت باليمن. قبر نبي الله صالح موجود بمدينة رام الله بفلسطين. قبر نبي الله إبراهيم موجود بمدينة الخليل بفلسطين. قبر نبي الله لوط موجود بمدينة الكرك بالأردن. قبر نبي الله إسحاق موجود بمدينة الخليل بفلسطين. قبر نبي الله إسماعيل موجود بمحافظة ديالي بالعراق. قبر نبي الله موسى موجود فوق جبل نيبو بمحافظة مأدبة بالأردن. قبر نبي الله شعيب موجود بوادي شعيب في محافظة البلقاء بالأردن. قبر نبي الله يعقوب موجود بمدينة الخليل بفلسطين. قبر نبي الله يوسف موجود بمدينة نابلس بفلسطين. قبر نبي الله أيوب موجود بمحافظة بابل بالعراق. قبر نبي الله ذو الكفل موجود بمحافظة بابل بالعراق. قبر نبي الله يونس موجود بمدينة الموصل بالعراق. قبر نبي الله هارون موجود بسانت كاترين بمصر. قبر نبي الله اليسع موجود بمحافظة القطيف بالسعودية. قبر نبي الله داود موجود بمدينة القدس بفلسطين. قبر نبي الله زكريا موجود بوادي الجوز بمدينة القدس بفلسطين. قبر نبي الله يحيى موجود بالجامع الأموي
في محافظة دمشق بسوريا. قبر نبي الله دانيال موجود بمحافظة الإسكندرية بمصر. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.